مش حقيقي ان الكوره 11 ضد 11 والسلام، مهم ان ال 11 يكون بينهم انسجام. كارتيرون النهارده عمل كل حاجه غلط، فكر في دوري الابطال وما فكرش في الدوري. جماهير الزمالك يهمها الدوري زي ما بيهمها اي بطوله ثانيه، مش الزمالك اللي يختار بطوله ويسيب الثانيه. ولو عارف كارتيرون ده، واكيد عارف كارتيرون ده، يبقى مليون علامه استفهام على اللي عمله النهارده. بس المهم ما ننساش ان الناحيه الثانيه في مدرب كبير اسمه احمد سامي، ولو على مستوى الثبات في الاجاده من سنين فنقدر نقول ببساطه انك قدام افضل مدير فني مصري حاليا.